مساء الخير طلاب، محاضرة اليوم هي المحاضرة الأولى من البيدياتريك سيرجري. إن شاء الله تكون محاضرة سهلة وبسيطة. كإنترودكشن بالبداية نخلي ببالنا إنه child ما نعتبره little adult، تمام؟ يعني ما نقول هذا نفس الأدلت بس على حجم أصغر. نأخذ مصطلحات بسيطة بالبداية قبل لا نبلش. preterm، شنو معنى preterm؟ preterm هو أي child، أي newborn baby صار له delivery قبل ما يكمل 37 weeks of gestation، تمام؟ شنو يعني؟ يعني الأم حامل بس حملها ما كمل 37 أسبوع، أقل من 37 أسبوع وصارت عندها delivery، هذا أقول عنه preterm، تمام؟ أما الفول ترم يهو لا، اللي كمل 37 الحد أقل من 42 أسبوع of gestation، هذا شو أسميه فول ترم. نيونيت، شنو معنى نيونيت؟ نيونيت هو أي نيوبورن بيبي ما كمل الشهر، تمام؟ يعني الحد عمر الشهر، الحد عمر 4 أسابيع أو 28 يوم، هذا أسميه نيونيت. أما الإنفنت، فالإنفنت الحد عمر السنة، تمام؟ أول سنة من حياة الطفل أسميها إنفنسي. بشكل عام child الحد عمر 16 سنة، هذا أسميه child. بالعراق عندنا الحد عمر 14 سنة يقدر البيدياتريك سيرجن يسوي عليهم عمليات. طبعا أنا أقدر بعدين أقسمهم preschool child، أقدر أقسمه إلى primary وmiddle school child وإلى آخره. نخلي ببالنا بعض الاعتبارات لما ندرس الانفنت أو child بشكل عام، إنه جسمه يختلف عن جسم الأدلت، تمام؟ فواحد من هاي الاختلافات إنه التورسو أو الأبدومن مالت تكون more horizontal wider، تمام؟ بعد مثلا الليفر يكون below the costal margin، يعني أنا بالعادة بالأدلت إذا أسوي له examination والقى الليفر جوا الكوستال مارجن، شو راح أقول عنه؟ راح أقول عنه هذا liver enlargement. بينما بالإنفنت لا، هذا هو النورمال مالت. بعد البلادر تكون more abdominal، تمام؟ فممكن معرضة أو liable للتروما أكثر من غيرها. الأمبلايكس تكون جوا أكثر، more low lying، تمام؟ فلهذا السبب من أريد أسوي لستوما لازم أكون كلش careful حتى لا أسوي interference ويا الأمبلايكس. أيضا الربس مالته تكون more flexible، فلهذا السبب إذا شفت أنه صار عنده rib fracture أفكر أنه هذا ممكن يصير هذا السبب مالته abuse. هذا عندكم التيبل، هذا جدول، هو نفس ما قلنا wide abdomen، كوستال مارجن مالته، الليفر والسايت مالته، هو يعني اغلب شيء للاطلاع هذا. بعد خنشوف اللونج تيرم اوتكمز اوف بيدياتريك سيرجيكال كونديشن. احنا من نسوي عمليه الهاي الايج جروب بعمر السنه وبعمر اقل من 5 سنوات، لازم نخلي بالنا انه على المدى البعيد هاي العمليه لها تبعات. مثلا اليدرسكشن، مثلا اجالك تشايلد عمره اقل من سنه وصاير عنده انتسسبشن، بعدين نشرح شنو معناته الانتسسبشن، بس بشكل عام اجالك بهيجي حاله ومسوي عنده جنجرين، فانت تسوي له سيرجيكال ريسكشن فتشيل الاليوم، تمام؟ راح افكر بالمستقبل شنو ممكن يصير عندي. احنا نعرف انه مثلا مكان الابزوربشن مات الفيتامين بي 12 هو بالاليوم، فاذا انا اذا شلت الاليوم معناته ايش راح يصير عندي؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي لان ماكو ابزوربشن، وبالتالي يصير عندي برنيشيس انيميا. بعد شنو ممكن ياثر؟ ياثر على الابزوربشن اوف فايت سوليبل فيتامينز، مثال عليها هو الفيتامين كي، تمام؟ فإذا ما صار absorption بشكل زين للفيتامين كي راح يتحول إلى bleeding tendency، وممكن يصير عنده hemorrhagic disease of the newborn. بعد ممكن يصير عنده gallstone، ممكن يصير عنده renal stones، هاي كلها كمثال إذا شلنا الإليوم. بعد other concerns، مثلا هاي الأنوماليز وأنا أسوي لها عملية وأصححها بس ممكن يصير عندي complication أو تبقى لها آثار، مثال هاي الآثار هي الكونتيننس، مثلا fecal أو urinary incontinence ممكن تأثر على fertility مالته وعلى sexual activity، وممكن يسوي عنده فد psychological problems، تمام؟ بعد مثلا هو undescended testis وأنا ما صححتها مبكرا أو ما صححتها بصورة صحيحة ما عالجتها، فبالمستقبل rarely أو بس هو يبقى أكو احتمال ممكن تتحول إلى سيمينوما. بعد الكوليدوكال سيست اللي هو عبارة عن مالفورميشن يصير باليريتراكت، هم نفس الشيء ممكن بالمستقبل يتحول إلى كولينجيو كارسينوما. هسا نجي للكونجنيتال مالفورميشن، تقريبا 2% of babies يصير عندهم كونجنيتال مالفورميشنز، تمام؟ ممكن السبب جينيتكس هيريديتري بروبلمز مسوي عندهم هاي المالفورميشنز، او ممكن تيراتوجينيك اثناء الحمل والام اخذت توكسيك ماتيريالز وصار عندها وصار عند الطفل هاي الكونجنيتال مالفورميشن. مثال عليها عندنا ثوراسيك جي اي تي واذر تايبس. الثوراسيك مثلا الاتريجيا مات الايزوفاجس، تمام؟ ممكن دايفراماتيك هرنيه،
الجي اي تي مثل الجاسترونتستينال اتريجيا، ممكن ابدومينال وول ديفكتس، هيرش سبرينج ديزيز، انوركتال مالفورميشنز، هاي كلها تابعه للجي اي تي. اذرز كاردياك، ممكن صار عنده في اس دي، اي اس دي، تترالوجي اوف فالوت، ممكن هيباتوبيلياري وسكيليتال مالفورميشنز. هسه نجي للنيونيتال انتستينال اوبستركشن. هذا السلايد هو اهم سلايد بالمحاضره، فاذا ضبطنا هذا السلايد الامور كلها تسهل علينا. تقريبا هاي المحاضره تسهل بهواي. فقبل لا نبدي نشرح خلنا ناخذ هاي الامبورتنت تيرمز قبل هيك. شنو معنى كونجنيتال؟ كونجنيتال معناته كونديشن بريزنت ات بيرث، تمام؟ يعني الطفل انولد هو عنده هذا الكونديشن، تمام؟ من اول ما صار، من اول ما اجى للدنيا هو عنده هذا الشيء، فاسميه كونجنيتال. بعد اتريجيا، شنو معنى اتريجيا؟ اتريجيا معناتها، اتريجيا اول شيء مصطلح انطلق على اي تيوبولا ستراكشر، تمام؟ يعني هو ستراكشر على شكل تيوب، على شكل انبوب. مشكلته شنو؟ انه التجويف ما موجود، ماكو لومن، تمام؟ failure of tubular structure to gain its normal lumen، يعني انا المفروض عندي انبوب وبداخله تجويف، مو صحيح هذا التجويف؟ اذا انبوب مسدود ماكو هذا التجويف، ايش راح اقول عنه؟ راح اقول عنه اتريجيا، يعني هو total obstruction، تمام؟ اما الاستينوسيس، لا، الاستينوسيس ستراكشر تضيق، بدل ما يكون تيوب كامل هذا عرضه راح يصير هيكي او يصير هيكي، تمام؟ فهذا اقول عنه ستينوسيس اللي معناتها ستراكشر. فهاي الترمز نخليها ببالنا لانه تسهل علينا. هسه نجي للنيونيتال انتستينال اوبستراكشن. من اسمه، من عنوانه، شنو يعني انتستينال اوبستراكشن؟ اوبستراكشن ان ذا انتستين، يمتى يصير؟ بالنيونيتال بيريد اللي هي اول شهر، تمام؟ اول شهر من عمر الطفل وصار عنده انتستينال اوبستراكشن، راح يسوي عنده كونديشن اسميه نيونيتال انتستينال اوبستراكشن. تقريبا اغلب الجي اي تي مالفورميشن، اي مالفورميشن يصير بالجي اي تي بالجهاز الهضمي ممكن يسبب لي نوع من انواع الانتستينال اوبستراكشن، تمام؟ وهو طبعا سبب مهم للموربيديتي والمورتاليتي، وكلش كومن كوز انه يدخلون للنيونيتال انتنسيف كير يونت بسبب الانتستينال اوبستراكشن. هذا السلايد كلش مهم، يجي اجى عليه اسئله بالفاينل اعتقد، يقول لك شنو وات ار دي كاردينال مانيفيستيشن اوف نيونيتال انتستينال اوبستراكشن، ايش راح تقول لهم؟ اول شيء فيلير اور ديلي اوف باسج اوف ميكونيوم within the first 24 to 48 hours، تمام؟ failure of passage of meconium within the first 24 to 48 hours، feeding intolerance، abdominal distension، bilious vomiting. هسه نشرحها واحدة واحدة. اول شيء شنو الميكونيوم؟ الميكونيوم هو the first passage of stool within the first 2 days of life، تمام؟ اول ما يصير الطفل فأول ستول يطلع من بطنه خلال أول يومين من حياته أسميه ميكونيوم، اللي بالعادة يكون لونه dark green in color، تمام؟ ويكون يعني thin ويكون more fluid، فهذا أسميه ميكونيوم. اللي يصير عنده intestinal neonatal intestinal obstruction ماكو ميكونيوم، يمر يوم، يمر يومين، ثلاثة، وهو ماكو ميكونيوم، ماكو passage of stool، تمام؟ فمن يجي طفل عنده هاي الحالة أخلي ببالي ها ممكن عنده neonatal intestinal obstruction. بعد شنو يصير عنده؟ يصير عنده feeding intolerance، تمام؟ ما يتحمل الرضاعة بسبب intestinal obstruction. يصير عنده abdominal distension، شيء بديهي. ويصير عنده bilious vomiting. bilious vomiting شنو معناته؟ معناته bile stained vomiting. أكو bile بالvomit، تمام؟ هو يرضع وتطلع ال bile من جسمه، وبعدين من يصير vomiting نلقى إنه اللون مات الvomit يصير لونه هم bile stained، يعني شوية بي لون أخضر، تمام؟ فهاي الكاردينال مانيفيستيشن. نعيدها مرة ثانية، failure of passage of meconium within the first 24 to 48 hours of life، feeding intolerance أو reluctant to feed تقدرون تقولون، abdominal distension و bile stain vomiting. هسا neonatal intestinal obstruction هو condition يصير عند البيبي، بس شنو أسبابه؟ شنو diseases أو syndromes أو يعني شنو الأشياء اللي سبب intestinal obstruction؟ هاي هم يجي عادة يقول لكم مثلا mention 5 differential diagnosis للneonatal intestinal obstruction. شنو هن؟ اتريجي، سواء intestinal اتريجي او stenosis، يعني intestinal اتريجي intestinal stenosis. شنو معناتها؟ معناتها بالانتستين يا اما اصلا total obstruction يا اما structure للانتستين، تمام؟ فهاي الانتستينال اتريجي او stenosis هو اول سبب. السبب الاخر مال روتيشن الانتستين، وافترت على الاكسس مالتها، تمام؟ يعني تغير الاتجاه مالتها، سوت عندنا انتستينال اوبستراكشن. انيولار بنكرياس مال فورميشن بالبنكرياس ويسوي اوبستراكشن، يضغط على الانتستين وسوى لها اوبستراكشن.
ميكونيوم ديزيز، هيرش سبرينج ديزيز، هسه نشرحها، والأنوركتال مالفورميشن. تمام، هاي الأسباب اللي ممكن تسوي النيونيتال انتستينال أوبستركشن. هسه هاي هنا الجنرال ميجرز. تمام، أي طفل عنده انتستينال أوبستركشن قبل لا أسوي له تدخل جراحي شو أسوي له؟ أسوي له هاي الميجرز، هاي اللي هنا الخمس نقاط، كلش مهمة وبسيطة سهلة. وأصلاً بعدين أي سؤال بعدين من يجي لكم ما تعرفون شو تكتبون بالمانجمنت، أول ما أخلي هذولي بري أوبراتيف مانجمنت ممكن يسميها، أو يقول لكم شنو هي الميجرز اللي أسويها قبل لا أبدي تداخل جراحي، أو شلون أعالج الأتريجيا، هي كلها علاج واحد. أول شيء أسوي إنجي تيوب، نيزو غاستريك تيوب، أسوي له غاستريك ديكومبريشن. ليش؟ حتى أفرغ. تمام، فش راح أسوي؟ من أفرغ المعدة راح يقلل البريشر على الدايفرام. تمام، وفي بعد أقلل من الفوميتنج، إذا قللت من الفوميتنج بالتالي راح أقلل من الأسبيريشن، وإذا قللت من الأسبيريشن راح أقلل من الشانسز مات النيمونيا، صحيح؟ فهاي أول خطوة، إنجي تيوب حتى أسوي غاستريك ديكومبريشن وأقلل من البريشر على الدايفرام وأقلل من الفوميتنج. الخطوة الثانية كوركشن أوف فلويد أند إلكترولايتس. تمام، ممكن يعني بسبب هاي الفوميتنج اللي يصير عنده المستمر وماكو ميكونيوم، يعني ما جاي يستفيد هو من الرضاعة، مالته ممكن يصير عنده فلويد وإلكترولايت ديستربنسز، فأنا لازم أصححها. بعد أنطي برود سبيكترام أنتي بايوتكس، لأنه ممكن هذا الانتستينال أوبستركشن ممكن بعدين ككونسيكونسز إلي يصير عنده انتيروكولايتس، يصير عنده انفكشن، فأنا لازم كبروفيلاكسس أنطي برود سبيكترام أنتي بايوتكس. بعد أنطي فيتامين كي بروفيلاكسس. تمام، أنطي إنجكشن 1 ملغرام من الفيتامين كي. هو بجسمه ما عنده فيتامين كي، ليش؟ لأنه الفيتامين كي يعتبر يعني جزيئة كبيرة ما تعبر من البلاسنتا، وأنا حتى أحمي من البليدينج تندنسي، فأنطي بروفيلاكسيس مات فيتامين كي. بعد شنو أسوي له؟ أسوي له أذر انفستيجيشن، أسوي له إكس راي، أسوي له ألترا ساوند، أسوي له إيكو. ليش؟ لأنه بالعادة هاي الجي آي تي مالفورميشن ما تجي وحدها، دائما تلقى أنه وياها ديزيز ثانية، سواء باللنج سواء بالهارت، ممكن تلقى عنده VSD ASD، وانت انت يعني بالنهاية تريد تسوي له سيرجري، فلازم تكتشف هاي الشغلات قبل لا تدخله تخدير وقبل لا يعني تسوي له العملية، لازم تعرف الكونديشن مالت الهارت مالته. فأنا أسوي له other evaluation للإكس راي، راديوغراف، ألترا ساوند، وإيكو حتى أشوف إذا عنده مالفورميشن أخرى أو لا. تمام، هاي هسه النقاط هم مهمة. إذن أهم شيء بهذا السلايد عندنا المانيفستيشن، هاي الأربع نقاط، differential diagnosis كلش مهم، والمانجمنت الجنرال ميجرز مات المانجمنت، أنطي NG tube، فلويد وإلكترولايت أصححهم، أنطي antibiotic، أنطي فيتامين K، وأسوي له other investigation to exclude other malformations. هسه نجي الواحد من أسباب النيونيتال انتستينال أوبستركشن واللي هو الأتريجيا. تمام، قلنا شنو هي الأتريجيا؟ هي total obstruction، التيوب المفروض بي لومن بي تجويف، بس هو اجا وما بي هذا التجويف نهائيا ماكو. تمام، total obstruction فأسميه أتريجيا. هس واحد من هاي الأتريجيا اللي هو البايلوريك أتريجيا. تمام، معدنا هاي الستمك، هذا البايلوريس مات الستمك هنا، البايلوريس صاير بي، صاير بي أتريجيا، total congenital obstruction of the bilores، ماكو لومن بالبايلوريس of the stomach. تمام، فالتشايلد شنو يجي؟ نفسها الكاردينال مانيفستيشن اللي حكينا عنها بالنيونيتال انتستينال اوبستركشن. تمام، يجي ديستنشن، ابدومينال ديستنشن، فيدينج انتوليرانس، ريلكتنت تو فيد، ويجي عنده فوميتنج. بس شنو هالمره؟ الفوميتنج يكون بايل فري. ليش؟ لانه الاوبستركشن صار ابوف ذا امبولا افاتا. تمام، يعني ماكو بايل، احنا ندري انه الدرينج او البايل منين وين توصل للدودينام بالامبولا افاتا. زين، اذا صار عندي اوبستركشن قبل هذا اللوكيشن شنو معناته؟ شيء طبيعي ماكو بايل. فالفوميتنج من يكون بايل فري افكر انه ها ممكن الاوبستركشن صاير بالبايلورس اوف ذا ستومك قبل لا توصل البايل للجهاز الهضمي. اوكي، من اسوي له اكس راي؟ احنا قلنا ايفالويشن لازم اسوي له اكس راي والترا ساوند وايكو، فانا سويت له اكس راي. شنو لقيت؟ لقيت عنده appearance، single bubble appearance. تمام، هاي الدائرة اللي جاي نشوفها، هاي قلوا لها single bubble appearance. شنو معناتها؟ معناتها اكو وراها صاير obstruction نهائيا، ماكو اي passage. تمام، فسوت عندي dilation وصار هذا single bubble appearance. زين، في حال انا لقيت هذا appearance single bubble بس لقيت وياه مثلا air bubbles ثانية صغيرونة، او لقيت air fluid levels بغير مكان، هذا بعد أقول عنه أتريجيا، بايلوريك أتريجيا.
لا ما أقول عنه لأن إحنا عندنا نعرف البايلوريك أتريجا قلنا هي total obstruction. إذا total obstruction المفروض بعد ماكو أي other gases ما تعبر تمام، بس إذا عبرت شنو معناته؟ أشيل الأتريجا من بالي وأقول ممكن ها ممكن تطلع stenosis بايلوريك stenosis وليس أتريجا تمام. فهاي البايلوريك أتريجا. نجي للثانية اللي هي duodenal أتريجا. الدودينال أتريجيا هي more common than the بايلوريك أتريجيا تمام، وهم نفس الشيء total congenital obstruction of the duodenum، وعادة تكون common بالداون سيندروم. إذا هو يعني داون سيندروم من ضمن ال congenital malformation اللي صير عندهم دودينال أتريجيا تمام. cardinal manifestation أو clinical features هم نفس الشيء distension abdominal distension reluctant to feed و vomiting. ال vomiting هنا راح أقسمه، أكو مرات يجي بي بايل وأكو بدون بايل. إذا كان الأوبستركشن بالدودنة قبل الأمبولا أفاتا راح يكون بايل فري مثل البايلوريك أتريجي، بس إذا صار السايت أوف أوبستركشن أو الأتريجيا بلو دي أمبولا أفاتا فهذا معناته بايل ستين فوميتنج تمام. من أسوي لأكسريشن راح ألقى الأبيرنس شو سميه دبل بابل أبيرنس، هذا الدودنال أتريجيا. هسا نجي للجوجينو اللي الاتريجيا واللي هي more common than the بايلوريك والدودن اثنيناتهم تمام. يعني صير total congenital obstruction بالجوجينو والإليوم. أسوي لها اكس راي راح ألقى triple bubble يعني three bubbles، واحدة اثنين ثلاثة و other types colonic اتريجيا. زين مثلا يجيكم سؤال انه child صار عنده intestinal obstruction، سويت لها اكس راي وطلعت مثلا double bubble appearance، how to manage؟ شون راح تسوون؟ نرجع على السلايد الأول ما تل neonatal intestinal obstruction هاي المانجمنت تمام؟ هاي كلها نذكرها، نقول نسوي له NG tube، نصحح الفلويد الإلكترولايت، ننطي broad spectrum antibiotic، vitamin K prophylaxis و other investigation نسوي to exclude other malformations تمام؟ هو ثابت سواء jejunalial atresia، duodenal atresia، biliary atresia. من قل لكم شنو هي general measures اللي لازم أسويها أو شنو هي pre-operative قبل ما أنتقل للعملية شنو أسوي له؟ هاي نفس هالمانجمنت أعيدها اللي هنا وخلص موضوع الأتريجيا. نجي للأذر مالفورميشن اللي ممكن يسوي neonatal intestinal obstruction اللي هو الأينوركتال مالفورميشن، واحد من عندهم اللي هو الامبرفوريتد أينس تمام. شنو معناته؟ absence of normal anal verge upon examination، يعني child ماكو passage of a meconium، صار عنده abdominal distension reluctant to feed، أو مثلا لا هو feeding طبيعي بس يصير عنده vomiting هواي. أسوي له examination أباوع للبرينيوم ما ألقى anal opening تمام، ما ألقى verge، فهاي شنو معناته؟ معناته عنده imperforated anus أو عنده anorectal malformation اللي نفسها ARM تمام. طبعا انسدت مالتها مو شوية، حالة الكل 4000 ولادة يصير ممكن حالة واحدة من عندهم هو عنده anorectal malformation، وبالعادة males are slightly more affected. هسا إذا نشوف هذا الميل هنا ماكو أي anal opening، ماكو anal verge، وهاي الفيميل هنا هاي الفجينة مالتها وال هنا الفجينة هنا، إذا نشوف هاي ما اعتبرها anal verge، هاي بالفحص هي تبين مجرد دمبل يعني خسفة صغيرونة تمام، ماكو هو يعني opening، فهاي أقول عنه imperforated anus. هسا إذا أريد أسوي لها classification يا أما low type يا أما high type، شنو معناته؟ low type معناتها الركتم قريب من الجلد، يعني الحل ما تبسيط، مجرد أسوي incision بسيطة وأسوي suturing للجلد ويا الركتم ونحلت تماما. من أقول low type معناتها الركتم يعني قريب من الجلد، بس من أقول high type لا معناتها الركتم بعيد عن الجلد ويحتاج يعني surgical intervention شوية أعقد، مو بس simple incision تمام. other more useful classification وهو هذا أهم شيء أقسمها إلى male و female defects. نجي هسا للmale defects. الmale defects عليها ثلاث أنواع تجي، فالنوع الأول هو imperforated anus with rectoperineal fistula، يعني شنو؟ هسا إذا لاحظ هنا هاي مو anal verge كاملة، ما هي opening كاملة، مجرد fistula صغيرونة إنهم بهاي الصورة. إذا لاحظ الركتم الاوبننج هنا عبارة عن يعني فتحة صغيرونة عبارة عن فستولا، تعتبر هاي ما اعتبرها normal anal verge تمام، فهذا imperforated anus with rectoperineal fistula. طبعا هاي اعتبرها من اللو تايب، تحتاج يعني anoplasty وتنحل. النوع الثاني اللي هو imperforated anus with recto urinary fistula. من اقول recto urinary fistula معناتها شنو؟ معناتها صاير connection ما بين الركتم وما بين urinary tract تمام،
فيا أما يصير الكونكشن بين الركتم واليوريثرا أو بين الركتم والبلادر. هسه بهاي الصورة هذا الركتم وهاي البلادر، تمام؟ فهذا النوع اللي هو البلادر نيك فيستولا امبرفوريتد أينس ودركتو يورينري فيستولا اللي هي ويا البلادر نيك، تمام؟ صاير كونكشن ما بين الركتم ما بين البلادر، بينما ويا اليوريثرا حسب المكان، يعني ويا البلبر يا اما ويا البروستاتيك يوريثرا، تمام؟ هاي هنا ويا البلبر يوريثرا وهنا ويا البروستاتيك يوريثرا صاير الكونكشن ما بين الركتم وما بين اليوريثرا. النوع الثالث والاخير من الامبرفوريتد اينس اللي هو without fistula، هذا النوع الثالث والاخير من الميل ديفكت، تمام؟ شنو معناته؟ هذا ركتم اذا جاي نلاحظ ماكو اي كونكشن ما بين الركتم لا ويا اليوريناري تراكت لا ويا السكين، نهائيا ماكو اي كونكشن، ماكو اي فيستولا تربطه، صاير مجرد انبوب ببلايند اند، فهذا اسميه امبرفوريتد اينس وذاوت فيستولا. اللي هنا خلصوا الميل ديفكتس، نجي هسه للفيميل ديفكتس، تمام؟ الفيميل ديفكتس امبرفوريتد اينس ودركتو بارينيال فيستولا تشبه الاولى اللي اخذناها بالميل، هم نفس الشيء، فيستولا صغيرونه ما بين الركتم ما بين السكين، موضوعها بسيط مجرد سمبل اينوبلاستي واسوي لها انسجن واربط الركتم بالسكن وهاي هو ما يحتاج اي شيء. هاي الامبرفوريتد اينس وذركتو بارينيال فيستولا. نجي للثانيه اللي هي الامبرفوريتد اينس وذركتو فيستيبولار فيستولا. هنا شنو صاير؟ صاير كونكشن ما بين الركتم ما بين الفيستيبول اوف ذا فاجينا، يعني تقريبا ويا البوستيريور وول اوف ذا فاجينا صاير كونكشن ما بين الركتم وما بين الفاجينا. هنا اذا نشوف صاير كونكشن بسيط. هسا اذا لاحظ هنا اكو ديستنس بالاولى ما بين الركتوبارينيال فيستولا، اكو ديستنس ما بين الركتم ما بين الفاجينا، هنا الديستنس تقريبا ما موجوده، تمام؟ فصايره عندنا هاي النوعيه اللي نسميها ركتوفيستيبولار فيستولا. الامبرفوريتد اينس وذاوت فيستولا هي النوع الثالث وتشبه ذيك الاولى، ذيك النوع الثالث اللي اخذناها بالميل واللي هم نفس الشيء، مجرد بلايند اند ماكو اي كونكشن للركتم. النوع الاخير اللي هو الكلويكا. الكلويكا شنو معناتها؟ معناتها صاير كونكشن ما بين كل السيستمز، ما بين اليوريناري سيستم، ما بين اليوريثرا يعني والبلادر، ما بين الفاجينا وما بين الركتم، كلهم صاير عندهم كونكشن وفتحون فتحه واحده اللي هي الكلويكا، تمام؟ هذا النوع الرابع والاخير من الفيميل ديفكتس. هاي تخص الانوركتال مالفورميشن. هسه نجي احنا قلنا الجي اي تي مالفورميشن عاده ما تجي وحدها، لازم تجي وياها اذر انوماليز، فمن المفروض اسوي له يعني جنرال انفستيجيشن، اسوي له فول اكزامينيشن انفستيجيشن حتى اشوف هاي الاذر انوماليز شنو هي. كومنست هي الساكرال ديفورميتيز، عندي مشكله بالساكرام، يا اما اصلا اجنسيس ما موجود، يا اما مشكله بالفيرتبرا، اكو باترفلاي فيرتبرا الى اخره كونديشنز، هاي كلها تدخل ضمن الساكرال ديفورميتيز وعاده كلش كومن تجي ويا الانوركتال مالفورميشنز. اذر ديفكتس اللي هي الجينيتو يوريناري ديفكتس، تقريبا 54% من الحالات مثل الانوركتال مالفورميشن يجي وياها جينيتو يوريناري ديفكتس. اذر كاردياك تريكوايزوبيجيال انتستينال انوماليز والى اخره. نجي للدايجنوسيس، شلون اسوي له دايجنوسيس؟ اول شيء اخذ هيستوري اسوي له اكزامينيشن واخر شيء اسوي له انفستيجيشن. بالهيستوري اسال صار عنده مثلا ابدومينال ديستنشن، اسال عن الفيدنج مالته واسال عن باسج اوف ميكونيوم او لا، واسال اذا صار عنده نورمال يورينيشن وهل هذا اليورين ستيند وذ ميكونيوم او لا. اذا اليورين هو نورمال يورينيشن بس مشكلته انه ستيند وذ ميكونيوم شنو معناتها؟ معناتها صاير اكو كونكشن ما بين الركتم وما بين اليورينري تراكت، اذا هذا يا نوع ركتو يورينري فيستولا، وهاي عرفتها النقطة من الهيستوري. وراها اسوي له اكزامينيشن، مثلا اسوي الاكزامينيشن للبرينيوم اشوف اكو اينال فيرج لولا، اشوف اكو فيستولا لولا، وانه باخر شيء اسوي له اكس راي، والافضل الاكس راي ورا يوم كامل، هم قلنا نفس السبب انتظر اذا صار ميكونيوم ويا اليورين او لا. البوزيشن شنو هو؟ ان ابرون بوزيشن ويكون على تيبل اخلي البيبي واخذ له اكس راي من اللاترال يعني من جانب، تمام؟ هسه اذا نشوف هاي هذا بروب مدخليني وهنا مسوي له هم اكس راي، فهنا صاير عندي مبين انه ماكو اينال فيرج، تمام؟ وهذا اقدر يعني احله، حل اسوي له سيرجيكال كوركشن. اذر انفستيجيشن لازم اسويها، اسوي له الترا ساوند، اسوي له ايكولي مثل ما قلنا ما يجي وحده وانما يجي ويا مالفورميشن اخرى. هسه نجي للتريتمنت مالتي. اول شيء اسوي له ريسستيشن. الريسستيشن شنو يعني؟ مثل ما قلنا المانجمنت الميجرز الاولى اللي هي اخلي له ان جي تيوب على مود اسوي له جاستريك ديكومبريشن، انطي برود سبكترم انتي بايوتيك، كوركت الالكترولايت ديستربنسز، انطي فيتامين كي، واسوي له اذر
investigation. هسه اذا طلع من النوع اللي هو الريكتوبارينيال فيستولا، تمام، اللي قلنا هو اكو فيستولا صغيره ما تعتبر انال فيرج كامله، اذا طلع من هذا النوع هذا اقول عنه هو لومال فورميشن. واحنا قلنا اللومال فورميشن معناته الركتم كلش قريب من الاسكن، يحتاج اينوبلاستي يعني سمول اوبننج سمول انسيجن، والنوب اسوي سوتشرنج من الركتم للاسكن. بس اذا طلع اي نوع اخر، اي نوع اخر غير الريكتوبارينيال فيستولا، هذول كلهم راح اعتبرهم هاي مالفورميشنز، وبالتالي راح اسوي له التريتمنت مالته او السيرجري مالته على ستيجز، تمام. فاول ستيج انه انضي ستوما، الستيج الثاني اسوي له عمليه اسمها بوستيريال ساجيتال اينوركتوبلاستي، تمام، يعني اسحب الركتم بوستيريرلي واسوي لها كونكشن، واخر شيء الستيج الثالثه اللي هي ريموف ذا ستوما. الحد اللي هنا خلص موضوع الاينوركتال مالفورميشنز. هسه نجي للهيرش سبرانج ديزيز. الهيرش سبرانج ديزيز ايضا نقدر نسميه كونجنيتال ميجا كولون. احنا نعرف انه نورمالي الانتستين شنو اكو بجدارها، اكو بجدارها خلايا عصبيه جانجليونز، تمام، وهاي الجانجليونز هي المسؤوله عن حركه النورمال موفمنت اللي هي البارستاسيس. مشكله الهيرش سبرانج ديزيز شنو راح يصير، انه سيجمنت من الكولون، سيجمنت من هاي الانتستين ما بيها جانجليونز، بالتالي ماكو بارستاسيس. اذا ايش راح يصير هنا؟ راح يصير دائما هذا الجزء بشكل سبازم، دائما نارو وسباستيك هذا، لانه ماكو جانجليونز بي، تمام. وايضا اكو عندنا هايبرتروفيك نيرفز اند ديستال، بعدين راح يصير يعني بالجزء الديستال هذا المكان راح يصير عندي النيرف يصير بيها هايبرتروفي يعني ككومبنسيتوري ميكانيزم. شنو سببه؟ سببه بالامبريونيك لايف، انه المفروض الفيجال نيورال كريست اللي هو الاساس مات الجانجليونز منين تتكون من النيورال كريست، النيورال كريست اثناء المايجريشن ما توصل لهذا الجزء من الجات، لهاي السيجمنت نفسها ما وصل لها النيورال كريست، بالتالي ماكو جانجليونز، بالتالي صارت سباستيك وصارت هيرش سبرانج ديزيز، تمام. عاده الانسيدنت مالته هو 1 إلى 5000 حاله. دائما الجت اللي صاير ما بيها جانجليون تكون نارو وسباستيك ضيقه، تمام، ودائما بحاله تقلص. وطبعا هو من نوع الفانكشنال باول اوبستراكشن، اذا ماخذين محاضره الانتستينال اوبستراكشن مو اكو باثولوجيكال واكو فانكشنال، هذا يعتبر فانكشنال. بعدين شنو يجي وراها؟ يجي او قبل هالعفو هاي المنطقه ترانزيشنال زون اللي على شكل كون، كون يعني مخروط، تمام، يعني انا عندي هاي المنطقه اللي هي نارو وسباستيك ما بيها جانجليونز، وراها ترانزيشنال زون اللي هي على شكل كون، تمام، والمنطقه البروكسيمال كولون راح يكون دايليتد، هم كتعويض يكون دايليتد وهو بي نورمال جانجليونز. هسه نجي وين بالعاده هاي الليفلز، المكان او السيجمنت اللي ما بيها جانجليونز. كومن هو بالركتم والسيجمويد، تمام، ركتم والسيجمويد كولون هو عاده اكثر مكان كومن يصير بيه الهيرش سبرانج اللي ما بيه جانجليونز، يصير عده شورت سيجمنت. مرات لا، هو ركتم ويا سيجمويد وشويه اصعد للبروكسيمال كولون، اذا شي يصير لونج سيجمنت مو شورت سيجمنت، وهاي الحالات تقريبا 15%. حالات نادره اللي هي 10% يكون كل الكولون، كل اللارج انتستين ما بيها جانجليونز، وهذا يقولوا له توتال كولونيك تايب. اما عندنا الاخير اللي هنا بالصوره تشوفونه اكستنسيف، هذا رير، يشمل كل الانتستين سمول ولارج، ويكون انكومباتبل وذ لايف. هسه نجي للبرزنتيشن. البرزنتيشن يكون حسب العمر، يعني بالنيونيتال بيريد اللي هي اول شهر يكون عنده ديليد باسج اوف الميكونيوم، يصير عنده ابدومينال ديستنشن وبيليس فوميتنج اللي هي نفسها بالبدايه ملات النيونيتال انتستينال اوبستراكشن، الميكونيوم ماكو والابدومين ديستندد والفوميتنج بايل ستين، تمام. التايب الثاني او البرزنتيشن الثاني اللي ممكن يكون بعمر الانفانسي، يعني باول سنه مو باول شهر، او ممكن حتى اولدر تشيلدرن ممكن عمره 2 3 الى اخره. هذا ايش راح يصير عنده؟ يصير عنده دائما كونستيبيشن، وممكن اصلا انه الدايجنوسيس يتاخر لانه خلينا نقول البرزنتيشن مالته خفيفه. طبعا هذا مشكلته انه بسبب الكونستيبيشن يصير ريلكتنت تو فيد، ما ياكل زين، فبالتالي يجي على شكل فيلير تو ثرايف، دائما ضعيف هزيل تعبان هذا الطفل وعنده كونستيبيشن وابدومينال ديستنشن، تمام. ممكن يجي اصلا بمرحله مباشره انتيروكولايتس، مباشره صاير عنده انفكشن، احنا مو قلنا انتستينال اوبستراكشن ممكن يسوي انفكشن، فهنا بهاي الحاله هو راسا يجي انتيروكولايتس، طبعا هاي مشكله وتكون فيتال برزنتيشن اذا اجى بالانتيروكولايتس. هنا هاي الصورة هم نفس الشيء توضح انه شنو ممكن البرزنتيشن او الكلينيكال فيتشرز اللي يجي بيها، يجي فيلر تو باس ميكونيوم وابدومينال ديستنشن
ويجي بليز فوميتينج ويجي نو فيدينج ابنورماليتي. ليش؟ لانه هو يرضع يتقيأ يرجع يرضع ويتقيأ وهكذا ويصير عنده ابدومينال ديستنشن. فهاي البرزنتيشن اللي تشوفونها هسه سوينا له هيستوري، اخذنا من عنده الهيستوري، عرفنا انه الكلينيكالي شلون يجي ابدومينال ديستنشن ويجي بليس فوميتنج الى اخره. اسوي الاكزامينيشن القهم الابدومينال مالته ديستندد، اسوي الاكزامينيشن للبرينيوم اكو اينال فيرج على مود يعني اشيل من بالي الاينوركتال مالفورميشن. اذا اسوي له هسه نوب دايجنوستس او اسوي له انفستيجيشن. الانفستيجيشن اوف تشويس عندي هو الكونتراست انيما، تمام، انطي انيما واسوي له راديولوجيكال اكزامينيشن. ايش راح القى؟ راح القى هذا الجزء نارو اللي هو السباستيك، هو المكان اللي ما بيه جانجليون، تمام، هي هاي السيجمنت اللي الجانجليون ما موجوده بيها واللي بيها المشكله. وراها الكون اللي هي الترانزيشنال زون، هذا الجزء المخروطي، ووراها البروكسيمال كولون يكون دايليتد وستاندد. اذا بعد اريد اسوي له يعني مور اكوريت انفستيجيشن اسوي له بايوبسي. من اسوي له بايوبسي جوا المجهر راح يشوف، طبعا هو لازم واحد باثولوجيست خبير يشوف جوا المجهر ماكو اي جانجليون بهذا الجزء. كتريتمنت، التريتمنت مالته الديفينيتيف تريتمنت هو السيرجري. شنو الهدف مالت السيرجري؟ اشيل السيجمنت اللي ما بيها جانجليونز واسحب السيجمنت اللي قبلها اللي بيها جانجليون ووصلها للأينس عن طريق يعني بروسيجر هو البول ثرو اوبريشن. اكو اكثر من عمليه، اكو سوانسن سوافي دومال ترانس اينال، وكلهم اقدر اسويهم مره واحده سنجل ستيج بروسيجر، هي عمليه واحده اسحب واسوي، او اقدر اسويها على مرحلتين. المرحله الاولى اسوي لك استوما، تمام، والنوب المرحله الثانيه اسوي السيرجيكال بروسيجر. اغلبهم يصير عندهم جود باور كنترول من اسوي لهاي العمليه، بس ماينورتي من عندهم يعني قسم قليل من عندهم ممكن يصير يبقى عند الكونستيبيشن حتى بعدين من يكبر، او يصير عنده انكونتيننس، او ممكن يتحول الى انتيروكولايتس. هاي الصوره توضح السيرجيكال بروسيجرز. اول وحده هي السوافي، تمام. اذا نشوف هاي الماينس شنو معناتها؟ معناتها هذا الجزء ما بي جانجليونز، تمام، واللي عليه بلس هذا معناته بي جانجليونز. فهنا ايش سوينا بالسوافي؟ شلنا الميوكوزا، هذا الجزء كله شلنا من هاي السيجمنت اللي ما بيها جانجليون، وسحبنا السيجمنت اللي بيها جانجليون وصلناها للأينس، سحبناها كلها هيتشيه وصلناها للأينس وسوينا لها انستوموسيس والسوتشرينج. هاي صارت عملية الاسوافي. الثانية هاي اللي هي السوانسن، السوانسن شو سوينا؟ أصلا السيجمنت كلها اللي ما بيها جانجليون كلها شلناها، تمام، شلناها وسحبنا السيجمنت اللي بيها جانجليون سوينا لها انستوموسيس. طبعا هاي عمليه ما هي مفضله، بيها هواي كومبليكيشن، ولانه شلنا يعني سيجمنت كامله من الكولون فمو كلش مفضله. الاخيره اللي هي الدهمل، هاي الدهمل شي سوينا؟ سوينا كلوجر للسيجمنت اللي ما بيها جانجليون، مو هاي السيجمنت ما بيها جانجليون، سديناها من فوق وسحبنا السيجمنت اللي بيها جانجليون بدل هي ما كانت هيكيه، حولناها بهذا الطريق وصلناها بوستيرير اللي سوينا انستوموسيس على مود شنو؟ الستول مباشرة باسج من هاي انرفيتيد اللي هنا مباشرة يوصل للأينس ويعبر، ما عليه اي مشكلة. نجي هسه هاي كويستشن كانت جايب اعتقد بفاينل سنة من السنين، شنو regarding the neonatal intestinal obstruction what are the cardinal signs read 5 differential diagnosis and pre-operative measures. شنو هذا؟ هذا السلايد هو نفسه اللي قلت لكم عليه اهم سلايد بالمحاضرة. شنو هي الكاردينال مانيفستيشن؟ failure of passage of meconium, fetal intolerance و abdominal distension و bilious vomiting. اعطينا differential diagnosis intestinal atrial stenosis, intestinal malrotation, meconium, hairspring, anorectal malformation. شنو هي pre-operative measurement؟ شنو هي؟ اسوي له NG tube, fluid electrolyte correction, broad spectrum antibiotic, vitamin K و other investigation to exclude other malformation. هاي اللي هنا تقريبا اللي هنا خلصت المحاضرة مات النيونيتال انتستينال اوبستركشن. ان شاء الله تكون واضحة، وشكرا جزيلا على انصاتكم.